أيتها السيدات، أيها السادة، أسعد الله وإياك. بين الفينة والأخرى أكتب بعض القضايا المرتبطة بإرثنا النظري أو الأدبي، أي ما أسميه بالتراث. وأنا في الحقيقة هنا لا أدعو إلى شيء، أي لا أوظف التراث في خدمة أي هدف من أهداف الواقع. أقول هذا لأن كثيراً ممن يتناولون تراثنا الأدبي والفكري والديني يتناولونه انطلاقاً من توظيفه في خدمة أغراض أيديولوجية. أعطيكم مثال على هذا. إذا كان هناك شخص ذو فلسفة مادية، إن كان هناك شخص ذو فلسفة مادية، فإنه يريد أن يحول الفلاسفة المسلمين إلى ماديين، والعكس. إذا كان ينتمي إلى الصوفية قد يتحدث عن أهمية الصوفية، وإذا كان ضد الفلسفة فإنه يستخدم ابن تيمية للهجوم على الفلسفة وعلى الحداثة، وإذا كان ضد الحداثة فإنه، وهكذا. لسنا في هذا الوارد إطلاقا. معرفة الإرث التاريخي لنا، إن كان إرثاً دينياً، فلسفياً، شعرياً، نثرياً، مسرحياً إلى آخره، تناول هذا شكل من أشكال بعث بعض القيم الموجودة في الجمال وإلى آخره، واكتشاف فكرة قد تكون مضيئة من أجل تعميق وعينا بالعالم. ثم هناك سبب اسمه لا سبب، بمعنى أنا أريد أن أدرس المتنبي، حاب أدرس المتنبي، هذا سبب حبي للمتنبي، أو أريد أن أدرس المتنبي. وقس على ذلك الآن، إذا جعلت من التراث الفكري والأدبي الشعري والفني وإلى آخره موضوعاً للنظر، فإن حظاً من الموضوعية والجمالية ضروري من أجل أن أبني علاقة صحيحة وحقيقية معك. أما إذا تعصبت للتراث أو لأي جانب من جوانب التراث، فأنا أنقل التراث إلى حالة أيديولوجية تعصبية، بحيث لا أرى إلا ما هو مهم بالنسبة لي، ولا أرى إلا ما هو عظيم عند هذا الشاعر أو ذا. أقول هذا، التعليقات التي تأتي على بعض ما أكتب أو بعض ما يكتب الآخر حول التراث هي تعليقات تمجيد لهذه الفكرة أو تلك من التراث، لهذا الشخص أو ذاك. التمجيد لا قيمة له. يعني هناك قصيدة للمتنبي في هجاء كافور الإخفاء. كافور بالمناسبة بالأصل اشتري وعبد، ولكنه تعلم وأصبح قريب من الغرغل
ثم أصبح حاكما لمصر، وامتد نفوذه حتى إلى الشام. فكافور إذن صار سيد، كافور صار سيد، لم يعد عبد. لكن المتنبي هجاه بوصفه عبدا. طيب هو تخلى، يعني انتقل من العبودية، من كون عبد إلى سيد. لما المتنبي، عندما هجاه المتنبي كان في 30 عام قد مرت على كونه، وأكثر على كونه عبد. إذن هو هجى العبد أم هجى السيد؟ طيب إذا كان هجى العبد، كلمة العبد هنا ماذا تعني؟ تعني الأسود. إذن هو هجاؤه عنصري. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيب. من علم الأسود المخصي مكرمة، أقومه البيض أم آباؤه؟ لا يقبض الموت نفسا من نفوسهم، إلا وفي يده من نتنها عود. هذا الهجاء هجاء عنصري. أنت لا تهجو شخصا بسبب قيمه الدنيء. والهجاء في مرحلة المتنبي والآن حتى مشروع. الشاعر يهجو شخص لأنه يكرهه، وبالتالي يلبسه صفات أخلاقية سيئة. أي عندما يهجو شخص شخصا آخر، مثلا يهجو لأنه بخيل. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، قالوا لأمهم بولي على النار. هجاء بشع، لكن ماذا يهجي؟ يهجي البخل، وهو من أشنع بيوت أبيات الهجاء في تاريخ الشعر العربي. أو مثلا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابة. أي يهجو قلة العقل. لكن الهجاء هنا عنصري. من علم الأسود المخصية مكرمة، أقومه البيض. إذن الهجاء ينطوي على أن هذا العبد، كلمة عبد باللغة العربية بالمناسبة غالبا ما تدل على البشرة السوداء، هذا العبد مخصي. تعرف شو يعني مخصي؟ من علم الأسود المخصي؟ مين قومه؟ يعني أصله وضيع. طيب إذا كان الشاعر ينطوي على مثل هذه القضايا، هل أكون أنا قد نلت من الشاعر إذا قلت أنه في هجائه لكافور كان عنصريا، وإن كافور الذي استقبله كان أنبل من الشاعر الذي هجاه؟ أليس هذا حكم موضوعي؟ أليس هذا حكم موضوعي؟ لذلك أن يتكدر خاطر الآخرين الذين يحبون المتنبي، لأنه بالنص تبعه يشي، لأن نصه لا يشي فقط بل يؤكد نزعة عنصرية تجاه العبد الأسود المخصي. تكدر الخاطر ليس وجيه. إذا أخذنا مسائل أكثر تعقيد، في دراسة التراث لدينا أشكال متعددة. خذوا الاختلاف حول أبي العلاء المعرض، أحمد أبي العلاء المعرض. اختلف حوله قديما، ويختلف حوله
ما لا وعلى ماذا ينصب الاختلاف؟ بعضهم يذمونه لأنه أعلن ما يشي بالإلحاد، وبعضهم يمدحونه لأنه أيضا ملحد. بعضهم يكفره وبعضهم بالعكس يقول أنه رجل لديه من القصائد ما تعبر عن إيمانه. إذن صار الموقف من المعري الراهن، يا مؤمن يا ملحد، صار موقف ايديولوجي مو من شاعر. أنا بدي أبحث في شعر المتنبي، بكشف كل ما ينطوي عليه النص. ما هو شو القراءة؟ كتابة جديدة كما يقول النقد الأدبي. أنا أكتب المعري، أي أؤلفه من جديد، أعيد أكتشف ما في داخل نصه من أشياء لم تكتشف بعد. قد تجد عند المعري أفكار متعددة ومتناقضة. لماذا؟ لأن الشاعر بيعيش حالات. لا، حتى المتنبي لما بتقرأ قصيدته في 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 رثاء، ولو كانت لو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرا للهلال. لما بتقرأ له قصائد، قد سألنا ونحن أدرى بنجد، قد سألنا أطويل طريقنا أم يطول، وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. هاي قصيدة مطلعها جميل، ما لنا كلنا جوان يا رسول. حلو، هذا جانب من المتنبي جميل جدا، بس في جانب أيضا مش جميل. لا انطلاقا من موقف متعصب للمتنبي، سواء كان تعصبا كارها أو تعصبا محبا، لا، انطلاقا من قراءة. وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل، زودينا بحسن وجهك ما دام حسن الوجود حال تحول، وصلينا نصلك في هذه الدنيا فإن المقام فيها. هذا شيء جميل، حدا ينكر جمال هذه النص؟ هلا مع أبي العلاء نفس الشيء، رجل زاهد في الدنيا لكن شخص نبيل أرستقراطي غني صاحب المعرة، يأكل على مائدته 200 شخص في اليوم، هو يأكل الشعير، فعنده فلسفة في الحياة. أنا بدي أكشف فلسفته، لا أريد أن أظهر لا إلحاده ولا إيمانه، لكن وأنا أكشف فلسفته يظهر معي. هذا ليس تعصبا لا ضد ولا مع ذلك. تناول التراث يجب أن لا يتم انطلاقا من التعصب والكره. يزد مين أكثر واحد مختلف حوله؟ ابن تيمية. لكن هذا جزء من التراث الديني، له كتاب اسمه نقد المنطق، رجل كاتب كتاب اسمه نقد المنطق. يمكن الحياة الشخصية لابن تيمية مغرية، مغري، يمكن سيرته الذاتية تغري كثير من الناس. الخروج على الحاكم الجائر شغلة كبيرة بالنسبة له. بعضهم يحرم ابن تيمية لأنه تهجم على الأقلية، هذا جانب بعصره بسبب الحروب الصليبية، جانب. بس في جوانب أخرى ما بدي أحكم عليه من كلمة. إذا بدي يقرأه بدي يقرأه دون تعصب. لذلك نحن لا نبني علاقة تعصبية مع التراث ولا علاقة أيديولوجية مع التراث تفسد علينا رؤيته. نبني علاقة معرفية وجمالية. ابن سينا، على فكرة الغزالي كفروا لابن سينا وكفر الفارابي. لماذا كفرهم؟ لأنهم يتحدثون عن قدم العالم ونكران المعاد وإلى آخره.
هذا موقف ايديولوجي. ثم الأخير صار متصوف، هبطت إليك من المكان الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع. صار متصوف، أنا بدي أدرس الإبن سينا كما هو. ربما الخطاب السينوي حول واجب الوجود بذاته ونظرية الصدور اللي هي ما بدي أشغل السامع فيها، يعني ما يسمى بنظرية الفيض، أو بلا كلمة نظرية، فكرة الفيض الإلهي، لأنه بده يتجاوز عملية الزمن، ما بدي أشغلكم فيها، لكن أنا بقرأه كما هو وأكتشف فيه ما لم يكتشف. يمكن لم يخطر على بال ابن رشد فكرة طرحها في عصره. أنا كتبت كتاب عن ابن رشد، قرأته، كشفته دون أي توظيف، لا قلت هو فيلسوف مادي، ولا قلت هو قريب من الماركسية، ولا إلى آخره. أما واحد بدك تجيب فيلسوف تحطه تصير ماركسي، ما مش الحال، القرون الوسطى ما مش يعني قراءة أيديولوجية. بالمقابل التعصب الوطني والقومي لشاعر أو كاتب أيضا عمل أو موقف مرذول. يعني بتيجي بتحكي أمام شاعر مصري، أمام مصري على شاعر مصري بنوع من النقد، بقول لك الله شو تعصب مصري أو تعصب عراقي. هلا بيحكي تحكي أنه هذا صوره مبتذلة للجواهري، بغضب. عم نتحدث عن صورة شعرية، وقس على ذلك إذا تحدثت عن شاعر سوري أمام سوري يمتدح. ما التعصب للقومي والوطني والكذا للمبدع شكل من أشكال اغتيال المبدع، لأنك لم تعد ترى فيه إلا ما هو قمينه بالنظر وجمال. في مليون بيت، لا لا لا، طبعا كلمة مليون هاي للمبالغ، في عدد كبير من أبيات الشعر عند شوقي ما هي ما لها علاقة بالشعر. شو بتقول له إنه كل شعر الشوقي هذا شعر مهم؟ يعني شو هذا؟ أو شعر الجواهري أو حتى يا صديقي أشعار المعاصرين الوطنيين، وطنيين في مرحلتهم. هلا أن تدرس الصورة الشعرية بمعزل عن الخطاب الشعري الوطني والثورة الآخرية قضية مختلفة. في لحظة ما تكون القصيدة التحريضية تقوم بدور مهم، بس عندما أتحدث عن قصيدة تحريضية لا يعني أنها بالضرورة أن تكون جمالية. التحريضية يعني أنها أثارت في نفس قارئها العزة الوطنية والدفاع الشعبي وإلى آخره، بس ربما تكون هي ذات بعد جمالي حلو، أو حتى التعصب للأشكال الخارجية للكتاب. وبالتالي إن قولي هذا هو دعوة ليس للتسامح مع التراث، بل للقراءة الحرة المتحررة من أي توظيف أيديولوجي وتعصب قومي أو وطني أو طائفي لهذا أكثر. شكرا لإصغائكم. نحن البشر صناع واقعنا، نصنعه بإرادتنا ووعينا،
واقعنا بين الأسئلة والأجوبة، معي أنا أحمد برقاوي.